روسكا غرقة قيبتي سكوة دو جمعية روسكا عصرقة يكيدغن كها او ايا سيدي نظام كوها وحالا وسو قلب يا روسكا مدانة فتح عالي شريف او اي علماء ده ديغان كو سلقة النبي ان حريسي نبتقل كركي ساتكو سو قلبيين يا جيست كلاو هاوين كل بيسن دارك هيدا يا دقن كو اي كسو قلبينا روسدا مرغو استاهل محمد خليف يدو بركولان كنا اوها هولك سيد محمد عبد الله حسن او عمرين مرتكب بدن لبا كن او لغو عسومي اروس كان او غوه ري مدحوين هدول دقان كان سومالي توبي مدحوين عبد محمد عمر مدحوين كحيقنا دا قولها وزيرا دا قاسنا دا يشغالها الدولة دا اروس كا قرن قيبتي سكوا دا لغو دافر فرقه دي صدقن كايا حيدا مدل صفة دي اروس دي بريسامات كا كاقب لودر كا هيدها يدقن كا كل بيسين اروس كا يراسدو ويلشي يقبدها مسعين دا اوها يبه هذا قوله هي الرأس كوفا دا كسي درسو واحا حيسو سيالي ودد بدن واروسي دي ميغا فرصادو فلانا كغيب غلان سوحا سوسيني سي دا ايرت مغالوين كان دافين عشر واي بدن اي كشيكين دونان او واحد حجوين كادا غا حبناها بوليس كوهي كسو دحكي عينا يان كغيب غلايا شيدو ان لو اجين مسولي دي شخصية دو اي محكمة دو كو حكومة سو حيس غيرارا دان تو سؤال هالحدالة اي اقبي اي هاد بوحي دوان كوغا سو بحمركي غرصور كو بارن وحوغان عينو كان بالعسنو سيدة بولوز كوسو كعيني الشخصيات كمحكمة دونا الحكومة سيي وابا محمد عبد محمد عمر او الهي شقون كسوداي ما على سلطي يا حدي ولا غفري سلايه الا شقيو الله ان سبتي يا حدي ولا غن سلايه حويا وحانو كحكوني سؤال جوجاليسيا وحقن كبي كنت ولا وقرب قيله لماذا تبي بيرت لغو قدم مركيين لماذا تبي أو إسكو فيلا أو إسكو مرلا الليلي أو بيرت وذا قضاء ما قالوا يا قانو ويا أرتا أنا مي بن صدق يا توجيركو قارو تابي يو كبن ماي لكن واحد كفي عنا ذي شيء هو هستي وجوه الرئيسين أروس كقادن عاوي ذي شيء هستاسي مركان قاضي يعني ويلا قروح بدني لكن مركان عقلي استوى حنو قاضي يعني جمع الخدع يجواهيد هستوى حيا هيد ويا يونتي ميد بكسوليتي قي ويا يونتي ميد كاكل لا أنتي كل ليلة تندي ميد كاكل لا أنتي حكم كان جوحه نقرأ يا إنا ضوق عضو هل حس وشعيرة. Oh,
aroos kan lagu dhaafuray arooska qarniga qaybtiisa koowaad wajigiisa casriga ah oo xambaarsan dhammaan nidaamyada loo dhiga aroosyada xilligan casriga ah kaga bilow labiska faraasi galiska jarida keega iyo qofka ciyaarka lamaanaha ayaa iyaguna ahaa waxyaabaha muddada dheer lagu xasuusan doono arooska mudane fadhi cali sharif iyo marwo istaahil maxamed khaliif arooska qarniga qaybtiisa koowaad lagu dhaafuray boqorkiya boqorada mudane fadhi cali sharif iyo marwo istaahil maxamed khaliif ayaa waxa lagu soo bandhigay qaybtiisa labaad oo gacantaada isku aroos ahayd fursadna loo siiyay lamaanaha isqabaha ee aan haysanin kharashka arooska iyadoo kharashkana uu daboolayo urka horumarinta Soomaalida Itoobiya sida darteed waxaa qortuurka ka qayb galay lamaanayaal badan oo rabay inay nasiib u helaan arooska qarniga qaybtiisa labaad balse waxaa heshay 7 lamaane oo caasimadda deegaanka Soomaalida Itoobiya jijiga ay sidoo heshay iyadoo tirada guud ee dhanta 25 lamaane ama qoyso oo inta dhimana loo qaybinayo gobollada iyo maamul magaalooyinka deegaanka arooskan daafurka uu arooska qarniga ayaa waxa ku soo toodo bixi doonana dalka dibadiisa iyadoo kuwa kalena ay baxteen nasiib u gali doonana dalal dibadda ah oo la soo xulay iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka gudihiisa